اليوم الثالث للإضراب، المشهد طلاب يهتفون، توعية سياسية، مسيرات وندوات، المكان جامعات ومدارس مصر، الهدف إبداء اعتراضهم على إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية، أما النتيجة فيراها البعض مرضية بينما يراها المجلس فاشلة. ورغم اتفاقهم على مبدأ الإضراب إلا أن الفاعليات اختلفت داخل كل جامعة، فهذا النعش طاف به طلاب جامعة عين شمس في مسيرة داخل الحرم الجامعي ضمن فعاليات الإضراب. قالوا في الأول 6 شهور ودينا داخلين على 1.5 سنة، مش هنستنى لآخر 6، مش هنسمح بشهداء تاني من إخواتنا. عندنا صلاة غائب، بعدين مسيرة من جميع الكليات للجامعة للحرم الجامعي، وهنتجمع هنعمل سلاسل الثورة. تعبينا الاعتراض، مشارك معانا اعضاء هيئه التدريس. ذنبهم ايه الناس اللي ماتوا في بورسعيد دول؟ واحد راح يفرج على ماتش عشان يرجع متكفن؟ ذنبهم ايه؟ ذنب اسمي يموت. ورغم وجود معارضين داخل الجامعه الا ان العديد من الطلاب والاساتذه انضموا للمسيره. انا مشاركه في الاضراب بالفعل، بالنسبه للراي فيه هو انا مش متفائله قوي بالنسبه ان الاضراب ممكن ينجح، لكن انا شايفه ان المكسب الحقيقي اللي هيعود لينا من الاضراب اللي انت شايفاه ده ان الحركه الطلابيه رجعت تاني للمشهد السياسي. طبعا العدد قليل عن ما الواحد كان متصور، بس ده ما يمنعش انه يعني ناس عايزه تكمل احتجاجها على الاوضاع الموجوده بشكل اللي شافت ان هو يكون سلمي. وفي جامعه الازهر كان الهدوء سيد الموقف. انا شايف ان انا مع العسكري المدني لانها وسيله مناسبه للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطه. انا ضد العسكري المدني، انا شايفه مش هيؤدي الى طريقه كويسه. يعني انا مع العسكري المدني طبعا، وشايفه احد الكروت اللي ممكن بنضغط بيها على النظام. اما داخل الجامعه الامريكيه بالقاهره فكان للاضراب صبغه مختلفه، خاصه بعد الاتهامات التي طالت الجامعه وطلابها مؤخرا. وطالما انتوا اتهمتوا بان انتوا يعني عملاء، فأنا عز العملاء جدا. كان من ضمن فعاليات اليوم ندوة للكاتب بلال فضل التي شهدت إقبال كبير من الطلاب المصريين والأجانب والأساتذة والعاملين بالجامعة. كلمة الإضراب ممكن تكون بتستفز ناس معينين، لأنه الإعلام نجح في تصويرها بشكل فيه دعوة إلى تقليل العمل أو تعطيل الإنتاج، ولكن اللي عايز يبقى عنده ضمير يحاول يسأل هم الشباب دول بيعملوا ده ليه. في واقع الأمر أنه المستفيد الحقيقي الآن في مصر من مما يحدث ليس المواطن العادي. هؤلاء الشباب يسعون إلى أنه عجلة الإنتاج يوم ما تدور في المكان الصح. كان بقالنا سنين طويلة جدا الطلبة مهمشين في العملية السياسية، مصر كلها الهيئة كانت مهمشة في العملية السياسية، مش الطلبة بس. الجامعة الأمريكية جزء لا يتجزأ من حركة الطلاب المصرية، ولو انهم عددهم صغير طبعا بالنسبة لعدد الطلاب المصريين الكبير يعني، انما هم مصريين مش اقل من زملائهم في اي شيء، وابتدوا يحسوا بان لازم يبقى في دور ليهم يلعبوه، ولازم في حاجات كتير ما يعرفوهاش، عايزين يعملوا توعية سياسية، عايزين يعرفوا ايه حقوقهم وواجباتهم كمواطنين مصريين. اللي خلى يبقى في اضراب في الجامعة بسبب سقوط شهيد من عندنا. انا شايف ان دي حاجة حلوة، دور فعال قوي من الجامعة ان هي تعمل كده، ومن ستودنتس احنا مش عددنا كبير، الناس اللي مقتنعة بالاضراب مش عددهم كبير، ولكن هي حاجة صح، يعني حاجة حلوة قوي مننا ان هي تتعمل، بس ما نستناش ان مصر كلها تعمل اضراب معانا. يعني احنا النهارده وامبارح وبكره وكل يوم ان شاء الله مكملين في اضراب. احنا جايين عاملين بروجرام، في ناس بتيجي تتكلم مع الطلبه، الدكاتره بيجوا يدوا محاضرات عن 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 توبكس معينه، عن حاجات معينه، يعني احنا عايزين نعرف بيها الطلبه والمجتمع الاي سي كله، مش بس الطلبه. اختلفت الهتافات والفاعليات وبقيت الرساله واحده، لا للظلم، ولكن الرساله لا تزال داخل اسوار الجامعات، وبقيت شوارع القاهره خاليه من الاضراب، فشهدت الشوارع والميادين الكثافات المرورية المعتادة. فهل يبقى الحال على ما هو عليه أم يحمل الغد مشهد مختلف؟ ياسمين دنانة، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.